تعلم كيف تتعامل مع نفسك، فهو أمر أكثر صعوبة من التعامل مع الآخرين. حتى تنعم بالسلام مع العالم، يجب أن تكون في حالة سلام مع نفسك أولاً. عندما تكون في أزمة، تذكر أن هناك الكثيرين الذين يعانون من مشاكل أكبر من مشكلتك بكثير. إياك أن تخسر شخصا تأنس به روحك، وإلا فلن يكون سهلا أن تشفى جروحك. الحياة ليست قاسية، ولكننا نحن الذين نسيء الاستجابة لأحداثها، فنقسو على أنفسنا. بعض الأشخاص لن يتغيروا أبدا، وللأسف في حالة كان هؤلاء الأشخاص مفروضين عليك، فسوف يجب عليك أن تتقبل ذلك. من الأفضل أن تبقى وحيدا بدلا من أن تكون بصحبة من يتظاهرون بالاهتمام بك. في أحيان كثيرة يكون حرمانك مما كنت تتمناه نعمة كبيرة. هل تريد أن تتنبأ بمستقبلك؟ فقط انظر لما تفعله الآن. الشخص الذي يخفي مشاعره هو أرق الأشخاص وأكثرهم تأثرا. لا تبحث عن السعادة مع الآخرين، لأنك حتما ستشعر بالإحباط، ولكن ابحث عنها بداخلك، وساعتها ستشعر بالسعادة حتى لو تخلى عنك الجميع. ابتسم، وسوف لا تتأخر السعادة كثيرا في الوصول، إنها قادمة في الطريق. إذا التف حول عنقك حبل الأفكار بالليل وحرمك من النوم، اقطعه بكتابة ما يدور برأسك، فهي طريقة مجربة للحصول على الاسترخاء. عندما تفتقد شخصا عزيزا، تتحول مشاعر السرور لديك إلى حزن فورا. فلا تبتعد عن أحبابك طالما أمكنك الاقتراب منهم. تعلم من أخطاء الفصول السابقة في قصة حياتك، أملا في أن تنتهي الحلقة الأخيرة من مسلسل العمر نهاية سعيدة.